مجدي المسكني. مجدي المسكني المدافع السابق وتكون في النجم الرياضي الساحلي ولعب في الملعب السوسي وهو ابن هذا اللاعب مجدي المسكني ومستقبل القصرين. طيب العملية محاولة التواصل والدفاع يتدخل بالعملية الأخيرة المسكني والتدخل كان نجح. مجدي المسكني يتدخل في اللقطة الأخيرة. ربيع بوزي مجدي المسكني توزيع لين ومجدي المسكني يدخل